ازيكم؟ احنا اول باند بنعمل مزيكا بتاعتنا عشان تتحط اكسكلوسيف على يوتيوب، وبننزل اغنية جديدة يوم واحد من كل شهر، وفيديو منفصل يوم 15 من كل شهر. الفيديو ده يا اما بيبقى كوفر او تشالنج او كيو ان اي، والنهاردة قررنا نعمل ايه هي فرصة. فدي لعبة جديدة بس احنا غيرنا فيها شوية وهتتفهم اول ما نبتدي. ابتديت محمد ولا ابتديت محمد جمال؟ بالشمال. محمد جمال. دي شطة؟ لا دي قرفة. قرفة. عمرك اكلتها قبل كده؟ لا. ايه فرصة ان انت تاكل معلقة وتبلعها كاملة من القرفة دي؟ يلا. واحد اثنين ثلاثة. واحد. اثنين. يا خسارة. محمد جمال. ايه فرصة؟ خدت شوية من العسل. فين ده عسل؟ في شعرك. تعملهم كأنهم جلد. يلا واحد اثنين ثلاثة قلب قالوا ثلاثة اقسم بالله قلب ثلاثة والله العظيم ابدا محمد انا لو استلمتك هديك الستة يلا حبيبي جل ها لا يا كتر كتر ايه اللي كتر خلاص حلو حلو كده يا نهار اسود اصلا ما بيطلعش من يلا لا 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 الله شكلك جميل العسل مفيد للشعر انت ايه شكله حلو على فكره ايوه ايه فرصة مش عارف ما يسمع كلامه فمن خيرك وقدامك واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين دقق شعره دقق شعره ايه فرصة ان انا احط لك كاتشب ومايونيز وتحطهم في شعرك واحد اثنين ثلاثة واحد ايه ده انت ايه ده؟ ثلاثة واحد بخسر بقول واحد اثنين ثلاثة وبعدين بنقول الرقم يعني واحد البس بس حلو كده تحب مايونيز اكتر؟ طب ايه حرام اقسم بالله لا يعني اعملوا كده لا قدام لا قدام كده كده اعمل كده من قدام كده ايوه هنا 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 ايه احتماليه ان انا احط لك عسل على شطه على كاتشب على مايونيز في ده احاول اقرا في عينيك انت ناوي تقول كام ماشي سلام عرفت انت هتقول كام يلا انا مش عارف اقول طب انا عارف واحد اثنين ثلاثه واحد ما كنتش طاق ماشيين مع بعض واحد مش كله ليه معاك وتعاون معايا يا ابني كفايه لا يا ناريس طب حلو يا محمد قوي ايه ده طب ميه ايه فرصه لو انا قشرت لك بيضه قشرت لي بيضه ده مش مستوي وكسرت لك بيضه ها وحطيتها لك في الكوبايه دي وحطيت عليها شويه مايونيز لا ملح اسمه شويه محمد وحط عليها شويه ليمون بص لي كده هقرا عينيك الاول هعرف الرقم تاني ببلاش الحركه دي فشلت قبل كده عرفت جرب حركه عرفت انت هتقول كده واحد اثنين ثلاثه ثلاثه كنت هقول ثلاثه والله ايه فرصه ان انا هرسم لك بالماركر شنب ودق وخدود ومناخير ترسم لي خدود ازاي؟ انت مات هعمل لك دويره حمراء زي التلبيات شوف استنى بقى اقرا عينيك عشان اعرف انت هتقول كام واحد اثنين ثلاثه واحد لا يا خساره يعني هيضربوا كده يعني هيمسكوا يضربوا كده في بقه واحد اثنين ثلاثه اثنين حط بيضة بيضة على دقيق دقيق على شوية مايونيز على الليمون واحد اثنين ثلاثة واحد ايه فرصة ان انت تاكل بيضة نية موضوع بسيط وبعدها معلقة سينامون كبيرة واحد اثنين ثلاثة واحد واحد طب ما كانت فيها كروتين ايه ده؟ هي الكوباية ما فيهاش انت كده مش بتقلب ما بتقلبش اصلا اهو ده هواجي ده لا 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 مستحيل خد السينما اقسم بالله مستحيل خد السينما بس ايدك افتح بقك افتح بقك المفروض بنشرب ميه في الحالات دي ولا بنعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثة واحد ما جاتش اصلا قعدت تنبر فيها ما جاتش اصلا واحد اثنين ثلاثة اثنين واحد اثنين ثلاثة واحد واحدة من دي على رقبتك شطة حلوة كده فين واحد اثنين ثلاثة واحد يا ابني قرب شفت او افتح كده يلا نزل والله العظيم بتحرق اقسم بالله يلا
ابلع ابلعها. يلا يا لبيت يا لبيت. طب هو انت حطيت لي هنا؟ لا ما حطيتش. امال في حرقان؟ معلش هتلاقيه. لا انا بتنزل يا ابني. كامل تنزل ايدك. لا عرفنا بقى. طب لا يا عم يلا يا عم. بص افتح بقك يلا. بس عم انت بتقطعني. جوا جوا حسوا بيستكد بقى. اي والله والله العظيم. لا سيبان تاوز الشوط انت عشان هرش لك بقى شويه من البتاع ده كتير قوي وهتشرب شويه خل حلوين. صح هو على فكره مش انا اللي عملت فيك كده. واضرب لك حبايتين حبان كده وتبلعها. ماشي واحد اتنين تلاته تلاته. الله بس خلاص. لاحظ ان هو بيبلع برضه. الله حلوين كده. انا مش هعمل مش هتعمل فيها حاجه تانيه يا جماعه. واحد اتنين تلاته واحد. واحد اتنين تلاتة واحد. واحد اتنين تلاتة اتنين. استنى يا عم انت خلاص مش هشربهم. شفت كيتا؟ ايه ده انت ايه اللي جابت؟ تعالى يا كيتا. الكلبة بتاعتي ده اللي انا كنت هقوله. شيف يا محمد. طب بس هشرب بقى. يشرب منها بقى بس. اصل دي تشربها بق واحد وده مش بق واحد. يلا واحد اتنين تلاتة. يلا الماركرز اللي مش راضيه تيجي دي وبوسه من بق كيتا. تلت الكوبايه دي خل. بص من بقها جت. واحد اتنين تلاته واحد. محمد يلا محمد الله. محمد بقى زي محمد. يلا بقى زي محمد. هو انا لسه ما سبتش. وزي ما شفتوا النهارده ده اللي حصل فيا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك على الفيديو واعملوا سبسكرايب على القناه واعملوا شير للفيديوز بتاعتنا على فيسبوك تويتر وجوجل بلس واعملوا لنا فولو على الانستغرام وبالذات محمد عشان هو اتبهدل النهارده.